في ختام جولته الأوروبية، أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف أن الموقف الروسي يدعم كل الحلول في لبنان من دون تدخلات خارجية، واضعا المعطيات أمام لافروف التي تكونت نتيجة الأزمة المترتبة على إعلان استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية. طلع وإياكم إلى الدور الأكبر باستكمال إعادة التوازن إلى منطقة لا تعيش إلا بالتوازن وإلى الساحة الدولية. مسألتنا تتعلق بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ونحن كنا على طريق الانتقال من الاستقرار إلى الازدهار. هناك محاولة لحرف لبنان عن هذا المسار الإيجابي، وهناك حملة تهويل على لبنان لإخافته وعرقلته تحت حجج كثيرة، ومحاولة لانتزاع من لبنان عناصر القوة التي يتمتع بها بمواجهة الإرهاب. لافروف لفت من جهته إلى أن حلول الأزمة يجب أن تكون لبنانية بعيدا من أي تدخل خارجي، مضيفا إن موسكو معنية بأن يسود لبنان الأمن وأن تفعل المؤسسات الحكومية. روسيا كانت ولا تزال تدعم بشدة سيادة لبنان ووحدتها ووحدة أراضيها، ونحن معنيون بأن يسود الأمن في لبنان وأن يؤدي كل فروع السلطة والمؤسسات الحكومية وظائفها بشكل فعال. وهذه الحلول يجب أن تكون لبنانية بعيدا عن أي تدخل من الخارج، ويجب أن يكون شرعيا وعبر الحوار. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه لافروف، رأى باسيل أن ما جرى لرئيس مجلس وزراء لبنان سابقة خطرة على مستوى العلاقات الدولية لا يمكن القبول بها. إنما حدث هو أمر غير طبيعي وغير مسبوق، هو يشكل سابقة على مستوى العلاقات الدولية لا يمكن القبول بها، ولذلك كل من قمنا بزيارتهم اعتبروا الأمر غير مقبول، لأنه تدخل خارجي بشؤوننا اللبنانية الداخلية وبحياتنا الديمقراطية. الدعم الروسي للبنان نحو تحييده عن التدخل الخارجي سبقه استياء ألماني من معاملة السعودية لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وفق وصف وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل على أنها ليست معتادة، مهاجما سياسة الرياض، ورأى أن بعد الأزمة الإنسانية والحرب في اليمن وما حدث من صراع مع قطر صارت هناك منهجية في التعامل مع الأشياء وصلت إلى ذروتها الآن في التعامل مع لبنان.